معايا على التليفون الكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذة منال لطفي، مدير مكتب الأهرام بلندن. أهلا بيك يا أستاذة منال. أستاذ يوسف مساء النور. إزاي الصحة؟ مساء النور. احنا طبعا معانا داخل الاستوديو دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، وأيضا الكاتب الصحفي أستاذ إسلام عفيفي، ونتحدث حول ما بين الادعاءات الإسرائيلية الخائبة بأنه يعني مصر هي من تمنع المساعدات، أو أنه مصر تتوافق مع إسرائيل في احتلال محور فيلادلفيا تارة، وفي تارة أخرى تقول أن مصر هي اللي بتهرب السلاح للمقاومة. يعني هناك على ما يبدو اهتزاز في الخطاب الإسرائيلي من آن إلى آخر، لكن أيضا المظاهرات على ما يبدو لازالت مستمرة حتى في العاصمة البريطانية لندن. ومهم عندي أن أنا أعرف حال المظاهرات الآن في هذه اللحظة، هل خفت وطأة المظاهرات أم لازالت محتفظة بنفس ذات الزخم؟ الشارع اللنداني، هل هو الشارع العربي اللنداني أم هو الشارع اللنداني بمفهومه الواسع؟ بمفهوم الواسع بالتأكيد. أولا بريطانيا لا تتوقف فيها المظاهرات، المظاهرات على المستوى القومي تحدث كل بضعة أسابيع، لكن على المستوى المحلي على مستوى المدن تحدث تقريبا كل يوم، يعني كل يوم في شيء في فعالية ما لدعم القضية الفلسطينية. اليوم كانت مظاهرة كبيرة شارك فيها بحسب الشرطة البريطانية نحو 200,000، لكن بحسب المنظمين نحو 500,000. كانت ليست فقط لندن، كانت في باريس، كانت في واشنطن، الآن في واشنطن هناك مظاهرة ضخمة جدا، هناك أيضا في السويد، في ألمانيا، في غالبية المدن الأوروبية. والسبب الأساسي كما تفضلت هناك بسبب الإخفاق الأمريكي الإسرائيلي الفادح فيما يتعلق بفلسطين، وبسبب الدعم الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية. هناك محاولة غربية على ما يبدو، وتمثلت وتجسدت في الهجمات غير الإنسانية وغير المفهومة على الحوثيين في اليمن. أولا حتى هنا في بريطانيا، أولا حضرتك سألت المظاهرات عربية إسلامية، لا طبعا، 500,000 بريطاني من كل الخلفيات، من كل الخلفيات، وأكد أقول أنه الأغلبية تكاد تكون بريطانيين عاديين جدا، ليسوا مسلمين وليسوا عرب. الخطر الذي يراه الجميع هو أن بسبب الإخفاق أمريكا تريد أن تشعل النار في الشرق الأوسط كله بسبب الإخفاق الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي والإدانة الدولية لإسرائيل. طبعا أمريكا لا تستطيع التخلي عن إسرائيل في عام الانتخابات، وبايدن الآن بسبب عدم قدرته على اتخاذ أي قرار استراتيجي صحيح، وهذا معروف عنه على فكرة، الرئيس السابق للCIA روبرت جيتس والرئيس أوباما كلاهما لديهما حكم قاسي جدا على قدرة بايدن على اتخاذ القرار. بايدن أغلب قراراته في السياسة الخارجية على مدار الأربعين سنة الماضية كارثية بكل معيار، وهو الآن يريد أن يحاول الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كله، ليس فقط في غزة وفي القدس العربية المحتلة وأيضا في الضفة، يريد أن يحولها لحرب إقليمية، ويقول أن إيران وحلفائها هي المشكلة. هذا غير صحيح بالمرة. الحوثيون، ما يقوم به الحوثيون هو محاولة منع إبادة جماعية. الحوثيون بأدوات قليلة جدا يحاولون الضغط على المجتمع الدولي برفع تكلفة العبور في البحر الأحمر، صحيح، لكن رفع التكلفة المادية لا تقارن بالثمن، الدماء التي تهدر كل يوم، على الأقل كل يوم في 250 فلسطيني يقتلون أغلبهم أطفال ونساء. وبالتالي الحوثيون يحاولون منع إبادة، وأمريكا تحاول أن تمنع منع الحوثيين من منع إبادة. إذن أمريكا عمليا متورطة في إبادة ضد الشعب الفلسطيني، والآن تقوم بجرائم حرب ضد الشعب اليمني. وعلى المحك جنوب إفريقيا، نحن نلاحظ في بريطانيا منذ أن قدمت جنوب إفريقيا القضية أمام الICJ المحكمة الجنائية في لاهاي، هناك هجوم عنيف على جنوب إفريقيا، وأعتقد أنه على الإعلام العربي والنخب العربية والمؤسسات السياسية العربية أن تقوم بدعم جنوب إفريقيا طبعا سياسيا ودبلوماسيا، لأن هذه جنوب إفريقيا سوف تتعرض لكثير من الاتهامات ومحاولة تقويض مصداقيتها من أجل أن لا تنجح في مساعيها لإدانة إسرائيل في المحكمة، لكن بشكل مؤكد سوف يتم إدانة إسرائيل في المحكمة ومطالبتها باتخاذ قرارات لوقف الإبادة طيب الجماعية التي تحدث. أستاذة منال، بما أنه الشارع اللنداني زي ما حضرتك وصفتيه هو بشكله العام يعني يسير في هذه المظاهرات الحاشدة، واللي زي ما وصفتيها أنها قد تصل إلى حوالي 500,000 متظاهر، لكن في نفس الوقت الحكومة البريطانية لازالت على نفس موقفها الداعم للكيان الصهيوني المحتل الأراضي العربية، ألا يستطيع الشارع اللنداني أن يضغط على مجلس عمومه حتى تدار الدفة ولو قليلا بعيدا عن الدعم الإسرائيلي؟
هذا سؤال مهم جدا. اولا كانت هناك انتقادات عنيفه للسونات للمشاركه في الهجوم على الحوثيين اول من امس، وهو لم يستطع ان يشارك في الضربه الثانيه والثالثه التي قامت بها امريكا خوفا من رد فعل في البرلمان حتى نواب داخل حزب المحافظين الحاكم ناهيك عن حزب المعارضه. انا اليوم كنت في مظاهرات لندن، في مظاهرات لندن اليوم كانت كل الانتقادات للطبقه السياسيه البريطانيه، حتى زعيم المعارضه كير ستارمر تم الهجوم عليه بشده، وكانت هناك كلمه للزعيم الحقيقي للمعارضه في بريطانيا جيرمي كوربين، هو الان ليس زعيم لحزب العمال لكن في نظر اليسار البريطاني هو زعيم المعارضه الحقيقي في بريطانيا، لانه يقول ما يشعر به البريطانيون والكثير من الناس حول العالم، انه السير البريطاني الاعمى وراء الاجندات الامريكيه كلف بريطانيا سمعتها الدوليه، كلف بريطانيا تكلفه فادحه جدا من مصداقيتها على المسرح الدولي. الان هل يستطيع الشارع تغيير التوجهات؟ بالتاكيد. كير ستارمر يريد ان يكون رئيس الوزراء المقبل، وهناك مئات الالاف من الناشطين اليساريين في حزب العمال يرفضون دعم كير ستارمر، يرفضون الخروج لترك الابواب والدعوه لانتخابه، يرفضون مجرد فكرة انتخابه. يعني نحن الآن في بريطانيا الشباب اليساريين بالذات ليس لديهم شخص يمكن أن يتم انتخابه، لا كير ستارمر ولا سوناك. وأعتقد أنه كير ستارمر مع الوقت سوف تزداد عليه الضغوط يكاد يتخذ موقف أخلاقي، لأنه هو عاجز عن اتخاذ موقف أخلاقي متوهما أنه الأرضية الوسطى سوف توصله إلى داونينج ستريت. فهذه قضية، لكن هناك أيضا الكثير من القوى الناعمة التي تستخدم في بريطانيا، الكثير من الكتاب والمغنيين والمثقفين والشعراء اليوم كانوا في المظاهرة في لندن، وبالتالي الضغوط حتى من الطبقة ليس فقط من الشارع إنما أيضا من النخب المثقفة والمبدعين سوف تؤدي إلى دفع النخب السياسية التي تتخوف، وهي ليست فقط في بريطانيا حتى في ألمانيا. يعني المستشار الألماني شولز أداءه السياسي كارثي للأسف الشديد في أكثر من عاصمة قرار أوروبي. الحقيقة فإنه يعني نقدر نقول أن هناك الشعوب تقريبا الأوروبية تقف في موقف مضاد للحكام للأسف الشديد والحكومات الموجودة هناك. أنا بشكرك مرة تانية كاتبتنا الصحفية الكبيرة أستاذة منال لطفي مدير مكتب الأهرام بلندن.